أنا مجدي فين من سلطنة عمان، الرابح الثالث بجائزة الحلم. تجربتي مع الحلم طبعاً أتت شجيع من الوالدة بالمشاركة في الحلم، والحمد لله تكللت بالنجاح بفوزي بربع مليون دولار. من المفارقات الجميلة اللي حصلت ليلة السحب اللي بيصادف ليلة عيد ذكرى زواجنا والأوضاع اللي حالياً موجودة في العالم. جزء من الجائزة راح يكون لامتلاك منزل وشراء سيارة، وجزء راح يكون لتأمين مستقبل الأولاد بإذن الله تعالى. بحب أن أشكر الـ MBC والقائمين عليها، وبحب أن أشكر فريق عمل الحلم لإسعادهم لنا في مثل هذه الأوقات الصعبة. وإن شاء الله الكل يكون بصحة وعافية، وخليكم في البيت وشاركوا في الحلم.